الرحمن الرحيم وبنكمل سوا سلسلة مراجعتنا في البطنة ومعادنا النهاردة مع الشيست. أول موضوع نتكلم عنه هو COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease اللي احنا عارفين ان هو مشهور جدا جدا مع السموكرز. اكشوالي كنا زمان بنقسمه الى ان هو 3 مواضيع تحت بعض، الامفيزيما والكرونيك برونكايتس والبرونكيال ازمة، ولكن جينا ليتر اون لانه مانجمنت الامفيزيما والكرونيك برونكايتس يختلف شوية عن البرونكيال ازمة، فسحبوا البرونكيال ازمة لوحده واصبح السي او بي دي كلينيكالي نقصد بيه انه العيان غالبا عنده سندروم من 2، يا امفيزيما يا كرونيك برونكايتس او اوفرلابنج بين الاثنين. ايه قصه الكرونيك برونكايتس بكل مسافه كده؟ هي عباره عن برونكيال جراند هايبر بليزيا، برونكيال جراند هايبر بليزيا، فبتبدا تفرز ميوكاس كتير، تعمل اوبستراكشن في الاير واي، فالعيان بيكون عنده امبيرمنت في الفنتيليشن، فدي بنسميها كرونيك برونكايتس. هنا العيان بيطلع كمية ميوكوس كتير مع الكحة، وممكن يكون معاه طبعا ديزنيا، ممكن يكون معاه ساينوزس، يكون عينه أزرق يعني، بلس برونكو كونستريكشن. هنا دي الكرونيك برونكايتس، وده نتيجة الكرونيك اريتشام للسموكينج. كذلك السموكينج بيجي يضرب التريبسن انتي تريبسن بالانس، يعني مفترض ان انت في اماكن معينة ما ينفعش يشتغل فيها التريبسن ويكسر اللي هو الاستراكشر بتاع الجسم نفسه، فيجي التريبسين في اللانج يوم جاي مكسرها، والانتي تريبسين يحصل له انهبيشن، فانتج عنه العيان بيدمر الماسكوليتش البروتين ستراكشر بتاع الالفيولاي بتاع الاير واي يعني، وبتاع الكابيلاري بيد اللي هو الاوعيه الدمويه، وبالتالي العيان ده بيكون عنده امبيرمنت في النوعين، في الفنتيليشن وفي البرفيوجن، فالعيان بيكون عنده سام وات بالانس بين الاثنين او بنسميه ماتشنج. القاعده بتقول ان الماتشنج ده يكون موجود وات ايفر هو عامل ازاي، يعني سواء كان النورمال فنتيليشن نورمال بيرفيوجن فحصل ماتشنج، افرض انه في لو فنتيليشن ولو بيرفيوجن بس طالما في ماتشنج برضو اتس اوكي okay. العيان ما ينهكش قوي، لكن ان واحد يتضرب في فنتيليشن او يتضرب في بيرفيوجن هو ده اللي يعمل مس ماتشنج وهو ده اللي يظهر الديزني عامه. اذا مشكله الانفيزيما انه بيتضرب فيه الاوعيه الدمويه وبيتضرب فيه الاير واي، لكن الكرونيك برونكايتس بيتضرب فيه مين؟ الاير واي بالاساس. طبعا يوجوالي بيكون في السموكرز يوجوالي يكون فوق سن 40 سنه، العيان بيجي باعراض مختلفه. الكرونيك برونكايتس بيجي غالبا بالكف، والكف ديت بتكون productive cough of sputum for at least 3 consecutive months، يعني 3 شهور في السنه العيان بيجي له كرونيك كف معاه سبيوتم، for at least 2 consecutive years لا على مدار سنتين، يعني العيان في اخر سنتين وليكن يقول لك انه انا باجي في 3 شهور من السنه وليكن مايو يونيو ويوليو مثلا، وبيجي لي فيهم كحه بدل وبعد كده تروح. ده كلينيكال ديفينيشن للكرونيك برونكايتس. اما الانفيزيما هي عباره عن persistent dilatation and destruction of the alveoli والكابلاس بتاعتها distal to terminal bronchioles اللي احنا بنسميها respiratory unit. حقيقه احنا ازاي بنشخص سي او بي دي؟ حقيقة احنا ازاي بنشخص سي او بي دي؟ بنشخصها بان احنا بنشوف الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1 على الفورس فيتال كاباسيتي. يطلع ايه ده بكل بساطه؟ بص يا حبيبي دلوقتي انا لو قلت لك خد نفس عميق قشطه وبعد كده خرجه، وانا بحسب لك انت هتطلع قد ايه من النفس كل ثانيه اثناء الاكسبيريشن. لو الاير واي بتاعتك سليمه هتخرج اكتر من 75% من الهواء من الاكسبيريشن يعني في اول ثانيه، دي بنسميها forced expiratory volume 1 اللي هو في أول ثانية العيان جاب قد إيه هوا وهو خارج زفير، مفترض إنه يكون 75% من التوتال. الفورسد فيتال كاباسيتي هي التوتال. طيب دلوقتي لو حضرتك بقى جبت أقل من 70% اللي هي أقل من 7 من 10 كنسبة، ده على طول consistent with diagnosis of COPD. وهنا بيعملوا classification بقى على حسب البرونكودايليتور ريسبونس. البرونكودايليتور ريسبونس ازاي؟ الجولد كلاسيفيكيشن بيديني مايلد ومودريت وسيفير وفيري سيفير. دلوقتي انت لما تدي العيان برونكودايليتور ويبقى ازيد من 80% من المتوقع بالنسبه لسنه وبالنسبه لوزنه، اذا ده مايلد سي او بي دي. لو العيان متوقع له انه يكون من 50 ل 80%، دي بنسميها مودريت. لو كان العيان متوقع له مفترض ان هو يكون من 30 ل 50%،
من الـ predicted بتاعه يعني، ده 3 لو كان العيان 30% أو أقل من الـ predicted بالنسبة له، ده يبقى بنسميها very severe. اذا ده مبني على ايه؟ ان العيان بعد ما بشخصه ببدا اديله برونكو دايليتور، واشوف الاير واي بتفتح قد ايه. هتعرفها ازاي؟ بكميه الهواء اللي هتخرج. ما انت كل ما تفتح اير واي كل ما العيان هيجيب زفير اكتر في ايه، في اول ثانيه. فدي فكره ازاي بنعمل كلاسيفيكيشن للسيفيريتي بتاع الاير فلو ليميتيشن في حالات سي او بي دي. الجولد كلاسيفيكيشن، هل العيان 80% اكتر من البريدكت بتاعه لا، هل 50 ل 80%، هل 30 ل 50%، هل اقل من 30%؟ هو ده الكلاسيفيكيشن. الكومبليكيشنز بتاعت السوق دي مهمه، ممكن تالفها. يعني انت الاكسسبيشنز بتيجي عادي، انه يجي فيه انفكشن في صوره نمونيا او برونكيكسيس، او يخش العام في سبايتر فيلير بنوعيه، او مالجنسي، او كاشيكسيا، او انيميا، او كوربالمونال. معلش هنا بالمرة عاوزين نقول الريسبيراتوري فيلير، عشان خاطر لما تشوفها عندك في المنهج الريسبيراتوري فيلير حاجتين، تايب 1 وتايب 2. بص يا ابني، الأسطورة بتقول لو انت عندك بالونة، المفترض ان البالونة لو فيها 100% اكسجين فانت مش هتعرف تحط فيها اي غاز تاني. افرض بقى ان البالونة بقت 50% اكسجين، اذا انا ممكن ال 50% الباقيين احط فيها غاز اخر غيره. الالفيولاي عبارة عن ريمكس بين الاكسجين وبين السي او 2 بضغوط معينة. في تايب 1 ريسبيراتوري فيلير الدنيا في الالفيولاي كويسة، طول ما في ريمكس كويس يعني في فنتليشن كويس، المشكلة زي الامور ماشية. امال فين المشكلة بقى؟ لما يكون العيان عنده سبب تاني يخلي عنده هايبوكسيا بس، زي مثلا انه يكون عنده انيميا، زي العيان مثلا انه يكون عنده فجأة بالمونري امبوليزم، فالبرفيوجن اللي داخل الرئة مش قد كده، دي كلها حاجات بينتج عنها هيبوكسيا. طيب اذا دي عيب في الاكسجينيشن، دي بنسميه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. العيان عنده سي او 2 كويس لكن الاكسجين قليل. امال بقى ايه تايب 2؟ تايب 2 بقى العيان مثلا وليكن اكيوت سيفير برونكيال ازما او اكسسبيشن سي او بي دي، والايروي مقفوله جدا، فلما يجي يخرج سي او 2 مش عارف يخرجه. السي او 2 ما بيخرجش بيحصل له ريتنشن. طب انت كميه الغاز اللي هتحطها في الالفيولاي دي، بدل ما تبقى السي او 2 مثلا وليكن 30% كان في الالفيولاي، يصبح 70% الفيولاي فيها سي او 2. اصبح النسبه المتاحه للاكسجين قد ايه؟ مفيش، قليله جدا، فتلاقي 30% بس بقى اكسجين، وده اقل من الطبيعي. اصبح العيان عنده تايب 2 ريسبيراتوري فيلير، مشكله في الفنتيليشن. الفنتيليشن ده ممكن تكون مشكله نتيجه ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، واحد واخد مورفين توكسيستي، او مشكله في ريسبيراتوري ماسل، واحد عنده مايسينيا جريفيس فعشان كده الماسل فاتيج، او بقاله شويه عمال هايبر فنتيليشن فتعبت فاتيج، او ان تكون مشكله في الاير واي، الاير واي نفسها مقفوله زي السي او بي دي وزي البرونكيال ازما. في الحالات دي امبيرد في الفنتيليشن، وطالما امبيرمنت العيان بيريتين سي او 2 فعشان كده عنده هايبر كابنيا، ولانه السي او 2 بياخد الحيز من الالفيولاي مكان الاو 2 فبديهي جدا يكون عنده كمان هايبوكسيا. اذا تايب 2 ريسبيراتوري فيلر عباره عن حاجتين سوا، الهايبوكسيا والهايبر فنتيليشن. اما تايب 1 هايبوكسيا، تايب 1 بما انه هايبوكسيا بس بيتعالج بالاكسجين، اما تايب 2 العيان ده لازم تعمل له فنتيليشن، بنسميها اسيستد فنتيليشن، يعني لازم تساعده بحاجه من بره، يا نون انفيزيف يا انفيزيف اللي هو اندوتراكيال تيوب وتركب جهاز تنفس صناعي او تي تيوب وخلافه. لكن هي دي البرنسبلز بتاعت سبايتر فيلير تايب 1 وتايب 2. ولو خدت بالك انا ضحكت عليك وقلت لك انه تايب 2 اسباب في البرين، اسباب في المصل، اسباب في الاير واي. اما تايب 1 دور على اي سبب يعمل هيبوكسيا الون، يا حاجه امبيرمنت في البنتل، حاجه امبيرمنت في البرفيوجن بتاع العيان، يا انيميا، ايا كان بقى. ريسبيراتوري فيلير، مالجنسي، كاشيكسيا وانيميا، كوربالمونال. وانت بتشوف مضاعفات السي او بي دي، ارجوك يا فندم ما تنساش انه كلابنج فينجرز ما بتكونش حاجه مشهوره ان هي تحصل مع عيان سي او بي دي، مش مشهور ان هي تحصل في سي او بي دي، ولو شفتها شك انه في باثولوجي تاني فوقها، الا وهو حاجه زي البرونكيكسس او زي اللانج كانسر. كلا هما بيعمل ميم، كلا هما بيعمل كلابنج فينجرز. ازاي نعمل مانجمنت العيان سي او بي دي بكل بساطه؟ اول حاجه واهم حاجه دايما يا ابني ان يوقف تدخين. اصل احنا هنقعد نعالج العيان من غير ما يبطل تدخين، يبقى احنا كده نمدن في ملطه، فلازم يبطل تدخين. اثنين، برونكو دايليترز، سابا اللي هي شورت اكتنج بيتا اجونست،
لاما لونج اكتنج بيتا اجونست، اللاما لونج اكتنج ماسكلينيك انتاجونست بس دي بيخليها في الاخر لان له اعراض جانبيه كتير شويه، او الاي سي اس اللي هو الانهيلد كورتيكوسترويدز، الانهيلد كورتيكوسترويدز زي البوزيزونايد مثلا. العيانين اللونج تيرم اللي حالتهم كارب، الهوم اكسجين ثيرابي هي احسن موداليتي تعمل لهم امبروفمنت للكواليتي اوف لايف والسرفايفل والبروجنوزس عامه. العيانين دول عشان خاطر ما يدخلوش في اكزيبيشنز كتير فبنحب نديهم انفلونزا فاكسين، وكذلك الكبار اللي اكتر من 65 سنه او صغيرين وعندهم كوموربيديتي، وليكن واحد سموكر فعنده سي او بي دي واصلا دايبيتس تايب 1 بنحب نديله كمان نيموكوكا البوليسكرايد فاكسين. في الحالات الفيري سيفير جدا 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 اللي العيان فيها ما عادش قادر وضايع بالذات في الانفيزيما، العيان بنعمل له لانج فوليوم ريدكتيف سيرجري. طيب الحاجه اللي بعد كده، لو كان العيان دخل في اكيوت اكزيربيشن من سي او بي دي، اشهر الاسباب اللي بتعمله حاجه من اتنين، يا اما تريجر بانفكشن زي المفلس انفلونزا والسوليموناس كبكتيريال كوزس، او اير بوليوشن زي السموكينج وزي الاوزون وزي الاوكيوبيشنال اكسبوجر للداست وخلافه. هذا العيان لو حصل له اي تشينج من البيز لاين، ده عباره عن اكزيربيشن، يعني العيان طول عمره ماشي وعارف ان هو عنده بيز لاين هايبوكسيا، عنده بيز لاين ديزني، عنده بيز لاين كف فيها برودكتيف سبيوتم بكميه ما، لما يبدا يزود جدا جدا في الكف في الكميه بتاعه السبيوتم فوليوم او السبيوتم، بدل ما كان يلوش مثلا بدا يبقى بيرلاند سبيوتم، او العيان عنده انكريزنج ديزني، هذا يعتبر اكزيبيشن سي او بي دي. العيان ده بتوبتين في الحال اي بي جي ارتيريال بلاد جاسس بالس اوكسيمتر وشيست اكس راي وسي بي سي، كل الحاجات دي بتعملها عشان خاطر تكونفيرم الاكزيبيشن، ولو كان في ورا تريجر يبان، ولو كان في اسوشيتد باثولوجي برده هيبان. ايه علاجنا في اكزيبيشن سي او بي دي؟ برضه العيان لازم يوقف تدخين. والله اصل في عيان يبقى جاي كده وعايز يدخن، يعني انت شوف الفجر انت اصلا مش قادر تدخل نفسك وعاوز يدخن فيه. تاني حاجه انه برضه ياخد برونكو دايليتورز اللي هي شورت اكتين بيتا اجنس، 3 اكسجين، وخد بالك العيان لازم يوصل لتارجت من 88 ل 92%، كده كده العيان ده في المزمن عنده سام سورت اوف هايبوكسي، يا ايروي نروينج يا اما كومبايند ايروي نروينج ومعاها مشكله في الفاسكولار بيد، فالعيان ده بيكون عنده هايبوكسي. العيان في الطبيعي اللي بيخليه ينهج هو ان هو عنده هايبر كابنيا، يعني هو عنده CO2 زيادة. في الكرونيك ستيتس الريسبيراتوري سنتر بيتعود على الهايبر كابنيا وبيبدأ يلجأ إلى حلول أخرى عشان يستميليت ديزنيا. تاني حاجة مين؟ الأكسجين. فالهايبوكسيا هي اللي بتستميليت الريسبيراتوري سنتر. إذا أنت العيان لو خليت الساتوريشن بتاعه 100% أنت كده بتموته. ليه؟ لأن هو لو ما عندوش ديزنيا ولو بيز لاين، العيان ده هيريتين سي او 2 بيخش في حاجه اسمها سي او 2 ناركوزس، يعني العيان يخش منك في غيبوبه ممكن يموت فيها. فهنا وانت بتدي الاكسجين ارجوك ما تبقاش غشيم وخليه من 88 ل 92% بس. بيقولوا انه على المدى القصير لمده 5 ايام ممكن يدوا السيستميك كورتيكوسترويدز، الانتيبيوتكس بيحب يدوها حاجات غالبا تكفر جرام بوزيتيف، وهيموفلاس لا سيما امينو بنسلين كلافينيك اسيد او ماكرولايدز او تتراسايكلينز برضو اسبوع. العيان ياخد بقى ميكروتكس واكسبكتورانت ويبدا ياخد حاجات تعمل اير وي كليرنس، احنا بنخبط على ظهر العيان ونقعده كده ما نخليهوش اسبايريت يعني. والعيان لو كان عنده تايب 2 ريسبيراتوري فيلير اللي هو عنده هايبر كابنيا وهيبوكسيا سوا، بيعمل له اسيستد فنتيليشن. ايه هي الانديكيشنز فور نون انفيزيف فنتيليشن؟ انه العيان يكون عنده سيفير ريسبيراتوري اسيدوزس بلس اور ماينس هايبركابنيا، او سيفير ديزنيا والساينز اوف ريسبيراتوري ماسل فاتيج او انكريزد ورك اوف بريثنج. ازاي؟ تلاقي العيان عنده اكسسوار ماسل اوف ريسبيراتوري شغاله اللي هو الانتركوستال ماسل ريتراكشن، او بارادوكسيكال سيراكو ابدومينال موفمنت او بنسميها بارادوكسيكال موشن اوف ابدومين، تلاقي العيان وهو بيتنفس بيتنفس من بطنه لانه عضلات الصدر ما قدرتش قادره، او العيان يكون عنده persistent hypoxemia despite supplemental oxygen، انت اديت الاكسجين والعيان لسه عنده هايبوكسيا مش بيتحسن، العيان ده ممكن يحتاج invasive ventilation. الموضوع التاني المهم هو موضوع البرونكيال ازمه. برونكيال ازمه معناها ان العيان عنده airway hyper responsiveness، ممكن يكون نتيجه reaction ل external stimuli او internal. الاكسترنال ده غالبا بيحصل في السن الصغير اكتر، اما الانترنال بيحصل في السن الكبير.
anyway allergens تعتبر external، حاجة زي البولن زي الاندور والallergens، الحاجات اللي ممكن تخلي طفل صغير يجيله asthmatic attack، كأن مثلا امه ايه بتنفض السجاد فيطلع منها الدست فيبدأ الولد يحصل له مين برونكوسباسم، او occupational exposures للكيميكالز او الحاجات الانيمالز. بعض الادوية شبه الاسبرين ممكن تعمل برونكيال ازمة في predisposed patient، او infections زي الراينو فيروس بتاع البرد وزي الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس بتاع الاكيوت برونكلايتس والمايكوبلازما كبكتيريال انفكشن. anyway البرونكيال ازمة اشهر حاجة بتيجي بيها الكف، والله ما ويزس اشهر حاجة بتيجي بيها الكف، واحنا بنعرف العيان ده من كحته على فكرة، العيان بيكون جاي بكحة vicious لدرجة بشعة، العيان بيطلع في الروح عشان خاطر يخرجها، بتكون very vicious cough. ليه؟ أولا مش بيطلع يعني الميوكوس بيطلع لزج، ثانيا في برونكوس بازم في قفل السكة، فالعيان بيطلع عينه عشان خاطر يكحها، فبنعرف العين ده من كحته، وتلاقي مع chest tightness، التايتنس هنا جاي اللي هو كأنه حاجة كبسة على نفسه، دي البرونكوس بازم effect، والويزنج الوي نارفنج والديفيكالتي بريسنج طبعا ديزنيا نتيجة الامبيرد فنتيليشن بيرفيشن ريشيو. ازاي بنشخص عيان برونكيال ازمة؟ برضو غالبا السبايرومتري بيشو اوبستراكتيف باترن اند ذا ايفيدنس اوف ريفرسيبيليتي اوف ريفرسيبيليتي بيرفورمد بيفور اند افتر برونكو دايليشن. يعني ايه الكلام ده؟ بص انت بتشخصه بحاجتين سواهم، شوف يا سيدي، الاول بيكون عنده زياده في الفيرست اكسبيراتوري فوليوم 1 في الفيرست سكند اكتر من 200 مللي، او زياده اكتر زائد زياده اكتر من 12% فروم بيز لاين افتر انهيليشن اوف شورت اكتنج برونكو دايليتور. الاوبستراكتيف باترن غالبا انه السي او بي، انه الاف اي في 1 على الاف اي سي اقل من 7/10 برضه، لكن هنا العيان لما تلاقي بقى عنده امبروفمنت اكتر من 200 مللي او انكريز اكتر من 12 زائد انكريز اكتر من 12% من البيز لاين اف اي في 1 بعد ما خد البرونكو دايليتور، هذا يعني عنده غالبا برونكيال ازمه. بعض الناس التانية لو كانت المشكله عندهم مش ظاهره قوي نعمل لهم حاجه اسمها برونكيال بروفوكيشن تيست، بدي حاجه اسمها ميثاكولين، الميثاكولين بيعمل برونكو سبازم ونشوف دنيته هتروح لفين، هيقفل قد ايه، هل القفله بتاعته مبالغ فيها ولا لا، دي برضو بتشخص برونكيال ازمه. يبقى significant reversibility عبارة عن combination of increased FEV1 أكتر من 200 ملي وأكتر من 12% من البيزلاين بتاعها بعد ما خد بخة من مين؟ برونكو دايليتور. عامة ازاي احنا بنعمل classification للأزمة severity؟ احنا بنأسسها لمايلد لانترميتنت ولبرزيستنت. الانترميتنت والبرزيستنت مبنيين على ايه؟ انا عارف ان الجدول ده كبير جدا جدا، يعني ممكن تاخد لك اللي انت عايزه فيه، ولكن عشان تبقى عارف كل ما الاعراض الليليه زيادتها تعني increasing severity، الفريكوانسي اوف اتاكس بير داي بتوري severity. يعني مثلا لو جيت تبص على persistent ومايلد هتلاقي العيان في اليوم هتلاقي العيان بيجي له اكتر من يومين في الاسبوع اتاكس ازماتيك، وممكن يصحى من النوم 3 4 ايام في الشهر، ومع السابة بيستخدمها أكتر من مرتين في الأسبوع بس مش يوميا، ولكن العيان شوية عنده minor limitations ولسه اللنج كباستي نفسها أكتر من 80% predicted والـ FEV1 على الـ FEC لسه normal. هذه الأمور بتسوء أكتر كل ما الـ frequency يزيد، يعني العيان لو بقى كل يوم بيجيله أزمة ممكن يبقى مضرد، لا سيما لو جاتله مرة في الأسبوع، يعني ممكن يصحى مرة في الأسبوع بس ما تكونش في الليل، ماشي؟ كل ما الأمور تزيد كل ما الدنيا تكون أسوأ، كل ما الأمور تزيد كل ما الدنيا تكون أسوأ. الـ exacerbations واستخدامك للكورتيكوسترويد كل ما برضه يزيد، وكل ما العيان يقولك إن هو بيخش في interval exacerbation من حين لآخر في أوقات قصيرة برضه indicator mean severity. لكن بقى العلاج بتاعنا عامل ازاي؟ تشيك اوت انه ده الجايد لاينز الجديده بتاعت 2019، هي حاجه قمه البساطه. لو جينا نبص في ستيب 1 وستيب 2،
هتلاقي انه ستيب 1 العيان ده مجرد بيجيله حاجات كده ايه تخاطيفي كده من حين لاخر، فده العيان ممكن يمشي على سابا اون ديماند، سابا اون ديماند اللي هو شورت اكتنج بيتا اجونست اللي هو ياخد بخاخ يعني عند اللزوم، ولما نحب نمشيها لحاجه في البيت ممكن ما نمشيهوش او نمشيها على انهيلد كورتيكوسترويد في البيت بجرعه قليله لو دوز. افرض العين ستيب 2، هنا لازم العين يتثبت على كنترولر دراج، يعني كده كده السبع اون ديماند بس لازم هياخد حاجه اون ديماند، بس لازم ياخد حاجه ماشي عليها، يعني هنا ممكن او لا، هنا لازم ياخد حاجه، هنا لازم ياخد الهيد كورتيكوسترويد، ولو ما نفعش ممكن ياخد اللونج اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست مونتيليو كاست والزفير كاست والزفيلو كاست، و او اللو دوس سايفيلين وان كانوا ما عادوش بيحبوا يستخدموه قوي لان هو مشاكله كتير. ستيب 3، هنا العيان لازم ياخد كومباينيشن لو دوز اي سي اس وهنضيف عليه اللاب. لو العيان في ستيب 3 ما كانش نافع معاه هنثبت اللابه ونعلي شويه الدوز بتاعه الاي سي اس. افرض ان هو ما استجابش الهاي دوز اي سي اس بلس لابه، في ستيب 5 هنحط عليها التايتروبيام وده لونج اكتنج موسكينيك انتاجونست. طب انا ليه حاطه في ستيب 5؟ لان اعراضه الجانبيه كتير عشان كده مش هيتاخد بسهوله، وممكن ياخد كمان انتي اي جي اي او انتي انترلوكين 5 انهبيتورز، دي حاجات اميون ثيرابي. ايه الالترناتيفز بقى عامه في ستيب 3 وستيب 4؟ ستيب 3 شوف، هو لو كان لو دوز ممكن تشفت على ميديوم دوز او تحط لاترا او سايفيلين اللي هما دول، يعني يا اما تيجي على الاي سي اس وتعلي الجرعه بتاعته يا اما تدي مين لو دوز ومعاها لاترا او سايفيلين. هنا انت كنت لو دوز تو ميديوم، هنا هاي دوز، فانت هتعمل ايه تاني؟ يعني هتعمل ايه تاني؟ ميديوم تو هاي دوز ممكن تحط تايتروبيوم في الحاله ديت ستيب 4، يعني سكند لاين بعد ده، والثيرد لاين ان هو ممكن يعني يتضاف له بدل اللابه لاترا، بدل اللابه يتحط له لاترا او سايفلن. هنا الدنيا سيئه، هنا التايتروبيوم بدل ما كان اوبشن هيصبح حاجه ثابته، ممكن اثبت التايتروبيوم للعيان ده مع الهاي دوز او ايفن ادي مكانه لو العيان معاه فلوس طبعا مونوكلونال انتي بودز. هنا الاذر كنترول اوبشنز انه جنب ده يحط له دوز برضه مين انهيلد كورتيكوسترويد انهيلر. هنا العيان في اول تو ستيبس لما تجيله اتاك كان بياخد سابا، هنا هياخد سابا او انه ياخد له دوز اي سي اس يعني بخاخ انهيلر عند اللزوم بس كورتيكوسترويد بلس فورميترول، فورموتيرول وده اللي هو لونج اكتنج بيتا اجونست. ده الستيب وايز ابروتش بتاعها في الادلت. برضو ازاي انت بتعرف الساين سيمتوم سيفيريتي؟ برضو المايد والمودت والسيفير، بتشوف بالبيك اكسبيراتوري فلو ريت اللي هو البي اي اف ار، ده اللي هو اقصى سرعه للهواء على فكره بالمناسبه. مفترض ان كل عيان اصلا بيكون حسب سنه وحسب وزنه واعتبارات اخرى كده بيبقى له اكسبكتد او بريدكتد بي اي اي اف. وبنشوف بقى هل العيان اكتر من 70% بريدكتد، حلو بالامان 40 70% ادي مودريت، اقل من 40% سيفير. العيان بقى وصل لامبندنج ريسبيراتوري فيلير ازاي؟ خد بالك هي الساينز اوف امبندنج ريسبيراتوري فيلير في عيان برونكيال ازمه، تلاقي العيان مش عارف يتكلم، بدا يفقد وعي، بارادوكسيكال سراك ابدومينال موفمنت، برادي كارديا، مفيش بالسس بارادوكسس، اصبح العيان عنده هارت في ريسبيراتوري فيلير، او الريت اكتر من 30، او انتركوستال ريتراكشن اللي هو هوفر ساين، او البي اي اي اف اكتر اقل من 25%. يعني الحقيقة انت مش قوي مطالب تحفظ كل الارقام الرهيبة ده، الا انه هنا الدنيا على الاقل امبندنج ريسبيراتوري فيلير يو هاف تو بي كونسنتريتنج على حاجة زي دي، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا في العيان. مانجمنت اوف ازمه اكزيربيشن، العيان بياخد اكسجين وبياخد برونكو دايليتور شورت اكتنج بيتا اجونست ايفن هاي دوز انهيلد كورتيكوسترويدز، والعيان بيمشي على اورال الكورتيزون برضو 5 ايام الاسبوع. العيان لو سيفير جدا جدا بالمناسبه بنديله ماغنيسيوم سلفيت بيريلاكس السموث ماسل، ايفن ان هم حتى بدأوا يقولوا ان الماغنيسيوم سلفيت ممكن يتاخد اي في، وفي ناس تانية بقت بتقول ممكن كمان يستخدم كانهيلر في الجلسه نفسها بتاعت الاستنشاق. وانتبيوتكس فقط لو كان العيان عنده ايفيدنس اوف بكتيريال انفكشن،
هي مش كورنر ستون قوي في علاج الازمه اكزاسبيشن، ولكنها كورنر ستون في علاج السي او بي دي اكزاسبيشن. ففرق بين دي وبين دي. تالت حاجه بقى عندي التي بي. كلمه السيرنو تي بي اللي هي التيوبركلوزس باسيلاي بيحصل لها انجلفمنت بالالفا ماكروفاج، يعني لما يبدا يعمل لها انهاليشن بتخش الرئه جوه، تيجي الالفا ماكروفاج تاخد الجسم الغريب وتطلع وتعمل جرانيولوما فورميشن، لانج هانجان سيلز وبسليوت سيلز وبلازما سيلز وليمفوسايتس وهكذا، ويبدا يتكون لي حاجه اسمها برايمري تي بي ريجن. خد بالك لانه بيسالك عليها، ايه هي يا ابني البرايمري كومبلكس بتاع التي بي؟ الجونز فوكس، وهو بالمناسبه بيسموه بنفس الاسم جونز كومبلكس. جونز فوكس ده عباره عن التي بي باسيلاي وحواليها جرانيولوما، ابيسيليوت سيلز ولانج هانجين سيلز وليمفوسايتس وماكروفاج، ليمفانجايتس التهاب في الليمف داكت اللي طالعه من المكان ورايحه للليمف نود عشان تعمل فيها كمان ليمفادينايتس. ده الكونز كومبلكس. بعد ما يحصل كده ايه الكومبليكيشنز عامه وايه الفيت؟ شوف يا سيدي، الفيت ان هو يحصل لها حاجه من الاثنين، يحصل لها ان المناعه تعمل لها لوكاليزيشن وخلصنا، اللي احنا بنسميها فايبروزس او كالسيفيكيشن، او ان هي ممكن تفضل عايشه ستينج دورمنت، او ان يحصل لها سبريد. السبريد بتاعها يا اما دايركت سبريد في مكانها البلوره فتعمل بلوروزي تيموسوركس بايوسوركس سيموبسس، يا اما ليمفاتيك سبريد للهايلر والميدياستاين للليمفينودز، يا اما بلاد سبريد تعمل يا اما لوكالايزد ليجن بنسميها التوبركلوما، وده لو كانت المناعه كويسه، او لو كانت المناعه زفت يحصل ميليري تي بي، او ناتشورال باسج مش انا موجود في الاير واي او موجود في الرئه، تخش على اللنج وتعمل فيها برونكونومونيا ودي فيتال على فكره، او تفتح على البلوره بالبرونكاي بيسموها برونكو بلورا فيستولا، او تطلع لفوق تسيب اللانجو تطلع في الاير واي لللارنكس او التونسلز او التانج او الانتستاينال وول، حتى ازاي ان العيان بعد ما يكحها يبلعها سوالفينج سبيوتم. ايه المشكله بقى؟ لو عدت البرايمري ليجن والعيان دخل في السكندري، والسكندري تي بي هنا بيكون سيمونز فوكس، وغالبا بيتند ان هو يكون موجود في الابكس. السيمونز فوكس يطلع منه سكندري كومبليكيشنز كالاتي، يا اما برضه المناعه تتغلب عليه تاني ويحصل انكابسوليشن او كالسيفيكيشن، بس خد بالك بقى ان الانكابسوليشن ممكن ينتج عنه مضاعفات، بمعنى انه ممكن يحصل تيشو ديستراكشن حواليها، فتلاقي العين بيجيب ترجيع دم، بيكح دم اقصد، فيتال هيموفتسس او سكندري اميلودوزس تضرب الكلى وخلافه، او يحصل لانج فايبروزس فيرفع الضغط فيعمل رايت سايد هارت فيلير نسميها كور بالمونال، او ان العيان من الانكابسوليشن يبدا يحصل ري اورجانيزيشن ويحصل كافيتي فورميشن فيسموها تي بي، والكافيتي جواه الباسيلاي ممكن المناعه تعمل ليكوفاكشن كده اللي طلع منها فيعمل لي حاجه اسمها كرونيك فايبروكيزياس كافيتري تي بي which is more worse and worse. والسبريد زيه زي اللي فوق، بس لاحظ الاتي انه غالبا التيوبركلوزس في السكندر ستيج بيتند ان هو ما يعملش ليمفاتيك سبريد، انه هو غالبا بيكون عمل فايبروزس للليمفاتكس في الاماكن دي، تند ان هو مش بيعمل ليمفاتيك سبريد، يعني يعمل لا بلاد سبريد ودايركت سبريد وناتشرال سبريد. ده بيكون ببساطه مضاعفات البرايمري والسكندري تي بي. العيان شخصيا بيجي برودكتيف كف غالبا بقاله اكتر من اسبوعين مع نايت فيفر نايت سويتس ويت لوس، يعني بتكون ظاهرة قوي قوي قوي، ممكن يكون في هيموبتسز، ممكن يكون في تشست بين، ممكن يكون في ديزنيا، لكن دي اهم الاعراض. ازاي بنشخصه بقى مهم؟ احنا دايما بنعمل ايدنتيفيكيشن في المايكروبيولوجي بتاعة التي بي بالمايكروسكوب، فالسميرز اللي بناخدها بنعمل لها اناليسيس بحاجه من ثلاثه. اولا الجولد ستاندرد فور دايجنوستس بناخد حاجه اسمها ليكويد اند سوليد مايكروبكتيريال كالتشر، ده الجولد ستاندرد، او بالنات او بالاي اف بي سمير مايكروسكوبي، او بالاي اف بي سمير مايكروسكوب. دول نوعين من انواع المايكروبيولوجيكال اكزامينيشن اللي بيهم بعرف مين هم التي بي باسيلاي موجوده ولا لا. وبعد كده بنعمل شيست اكس راي، او ممكن تعمل ايفيدنس الاميون ريسبونس، اشهر حاجه انت عارفها التيوبركلين تيست،
ولو العيان كالشر نيجاتيف ممكن نعمل له برونكو الفر ليفاج وناخد عينه بايوبسي يعني عشان نشوف الجرانديلوما ونشوف الاكتيف الباسيلاي نفسها وهكذا. ده التشخيص عامه بالترتيب بتاع مين تي بي. يظل اشهر علاج ليه على الاطلاق ان العيان ياخد شهرين ايزونيازايد ريفامبسين بايرنزامايد واسامبيوتول وبعد كده 4 شهور اي ان اتش وشامبسين. في بعض الالترناتيفز الاي ان اتش او الاسامبيوتول الا وهم الكينيلونز زي الموكسي فلوكساسين او الليف فلوكساسين، كلاهما بنسميهم ريسبيراتوري كوينيلونز لان يعني هما بيشتغلوا ليهم سبيكترم حلو على الريسبيراتوري اورجانيزمز. تعالوا نشوف ده بقى، وده 55 سنة داخل بسبب انه بقاله سنتين عنده ايبيزودك برودكتيف كاف اوف فيروس بيوتم. اول واحدة من 3 سنين وكان معاها شيست كونجيشن الكاف برودكتيف اوف بيورلنس سبيوتم. خد بالك لما يطلع الصديد حاجة مهمة جدا جدا، شورتنس اوف بريس. العيان شاف الدكتور بتاعه اول مرة برايمري كير فيزيشن وشخصه برونكايتس واداله علاج بعد ما خد انتبيوتيك، ومن بعدها كل شوية عمالة تجيله ابيزودز اوف شيست انفكشن كل مرة بكاف برودكشن وفيها لارج اماونت اوف فيروس بيوتم واحيانا ممكن يكون فيها دم، مع شورتنس اوف بريس مع ساينس كونجيشن وامبروف بانتبيوتيك. رغم ان العيان سموكر، العيان مش سموكر ولا عنده سخونية ولا شيست بين ولا بيسافر ولا اي حاجة خالص، حرارته كويسة، ضغطه كويس، نبضه كويس، والريسبريشن بتاعه كويس، والعيان ما عندوش ليمفادينوباسي ولكن اللنج فيها ديفيوز رونكاي يعني كريبيتيشنز اند ويزز وكورس كراكلز بايلاتوري على الفيز. الريمايندر مفيش فيه مشكلة، والشيست اكس راي مطلع لينير اتيليكسيس في الميد واللور لانج في سبايلات. شوف بقى يا سيدي عشان تبقى عارف، اي عيان يجيلك بريكرنت شيست انفكشن، اي عيان يجيلك بريكرنت شيست انفكشن لا سيما لو كان فيها دايما كحة بلغم كتير جدا لدرجة ان هي بتقلب بسبيوتم في بص بيورلاند، لا سيما لو كمان تنجد ببلاد سسبكت برونكيكس suspect bronchitis، وهنا بتعمل high resolution CT chest عشان تكونفيرم. البرونكيكتس عبارة عن persistent dilatation and destruction of مين of the bronchi and bronchioles اللي بيكسرها يا عم أسباب كتير جدا. اقروا التعريف اللي عندكم في الكتاب وركزوا فيه جدا لأنه من الحاجات اللي ممكن يسأل فيها. تشخيصه دايما بيكون high resolution CT chest. ايه الحاجات المميزة هنا؟ ان العيان كذا مرة يجيله chest infection مع shortness of breath، وفي كل مرة كان بيكون فيها يلو ممكن يقلب في blood، ممكن يقلب في blood. ايه هو الاتيولوجي بتاعها؟ غالبا بيكون دايلما من الobstruction والinfection. ايه الobstruction؟ مثلا زي واحد عنده cancer او انه يقلب بinfection زي TB. بعض الناس ممكن يكون عندها congenital زي cystic fibrosis زي alpha 1 antitrypsin. بعض الناس عندهم روماتيك ديزيز زي الروماتويد وزي الجوجرين سيندروم او اميون ديفيشنسي زي الهايبو جاما جلوبيونيميا. كل هذه الريسك فاكتورز تخلي العيان يخش منك في برونكيكس. طبعا الكونجينيتال مهمين، طبعا انت عندك برضو اللي هو اليونيل سيندروم وعندك اللي هو اسباب تانية برضو للبرونكيكس موجودة. المهم دي اشهر اسباب البرونكيكس على الاطلاق. ايه الساينز اند سيمتومز؟ غالبا العيان زي ما قلت لك بيكون عنده كف فيها سبيوتم. هنا اهم شيء مميز كميه السبيوتم بتاعت اللي عندك بقى جدا يا ولاد، يعني ممكن تخلي الدنيا صعبه قوي 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 من كتر ما العيان بيطلع سبيوتم، لدرجه ان العيان بيزيد عنده السبيوتم برودكشن باي البوستشرال تشارج. العيان كانه بيوطي لك انحناء بينحني لك كده، يعني بيوطي. التوطيه دي بتخلي العيان يطلع سبيوتم اكتر واكشوال بنستخدمها في العلاج. طب ليه؟ لانه غالبا البرونكيكتس بيديفلوب في اللور في البيز بتاع اللنج. البرونكيكتس بيجي في البيز بتاع اللنج، ممكن يجي مع ديزني او نوبسس. وخد بالك النوبسس ممكن يكون سيفير وكبير لان انت بتتكلم في بص، ومعروف انه الصديد هو ميه نار لو على اي حاجه ممكن يضربها. و تشست بين ده نتيجه بتولوجي غالبا، وكريبيتيشنز ويزس زي ما تقول. هنا الجولد ستاندرد فور دايجنوز هو الهاي ريزوليوشن سي تي شيست. هنا البالمونري فانكشن تيست عشان تاسس الريزيرف بتاع اللنج عامل ازاي، هو السبيتم كالتشر عشان تاسس انهي نوع من انواع البكتيريات موجوده. الكرونيك برودكتيف كف اوف ميوكوبيرن سبيوتم او ريكيرنت شيست انفكشن بالذات لو كان في ريسك فاكتور شود ريس سبيشن فور
برونكيكتسز. يعني خد بالك لو العيان ازماتيك وعمال كتير موت يجي له اكسبشنز بالهبل ودايما فيها بيورلنس ودايما فيها سبيتم برودكشن عنيف، سسبكت انه يكون انطب فيه برونكيكتسز. لو كان سي او بي دي ونفس الحكايه برضه سسبكت انه ممكن يكون برونكيكتسز. اول حاجه في العلاج يا اخوانا اير واي كليرنس، انه العيان ده ممكن يكون عنده امبيرمنت في الكاف ريفلكس الى حد ما، فاحنا لازم نشجعه بالبوسترال درينج باستمرار للكحه البلغم اللي في صدره، ولازم ياخد انتي بايوتكس شورت تيرم على الاتاك ولونج تيرم، واحنا غالبا بنحب في الحاجات ديت على فكره الماكرولايدز وتحديدا الازيثروميسين، كون الازيثروميسين الهاف لايف بتاعته من 48 ل 96 ساعه. يعني حضرتك لما بتدي العيان 3 ايام ازيثروميسين كانك اديته 6 ايام من اموكسيسيلين كلافينيك اسيد، فهو طويل في مدته، فاحنا ممكن نمشي العيان على فكره اكشوالي لونج تيرم ماكرولايد. ميوكوليتكس عشان تكسر ميم المخاط وتدوبه، نون انفيزيف فنتيليشن لو العيان دخل في ريسبيراتوري فيلير، احنا هنا ممكن نوصل فعلا للسيرجيكال ريسكشن او ايفن نعمل له ترانسبلانت، او العيان لو كان عنده فيتال هيموبتس ممكن نعمل له برونكيال ارتري امبولايزيشن. ولا تنسى ان العيان ياخد انيوال من نيوكوكال ان انفلونزا فاكسينز عشان الطين مش ناقص بله. الحاجة اللي بعد كده أختها اللنج أبسس، وده تاني موضوع في السبراتيف لنج ديزيز، عندك البرونكيكسز وعندك اللنج أبسس وعندك الإمبايما. لنج أبسس تاني واحد لا يختلف كثيرا عن البرونكيكسز إلا في تريكات صغيرة. أشهر سبب للنج أبسس مع الأسف هو الأسبيريشن. أسبيريشن العيان يبقى عيان مثلا ما هوش واعي، حد شربه ميه فحصل له اسبيريشن دخلت الاير واي، تقوم عامله له ريمكس من الاورجانيزمات رغم ان هو غالبا بولي مايكروبيال. لا تنسى ان الانروبيك بكتيريا هنا ممكن تكون لها دور كبير جدا. المونو مايكروبيال ممكن يكون ستاف اوريوس او كليبسيلا او ايكولاي او سودوموناس، ولكن لا تنسى ان هو انيروبيك. ليه بقول لك لا تنسى؟ عشان العلاج. هنا العيان بيكون فيفر وشيلز وكف، وهنا بقى بيرلنت سبيوتم، بس شوف هناك كان بيزيد بالبوستشرال درينج، يعني لما ينام لقدام لما يميل لقدام يخرج ميوكس كتير. هنا العيان لو عنده لانج ابسس فالليننج على المكان اللي فيه الابسس يزود الكحه اللي فيها بلغم، يعني كريزس ويز ليننج اون افكتد سايد ومعاش استبين، ولانه طبعا بيكون بص فبتلاقي فيه بيوترد اودر تو سبيوتم، ولو لقيتها بالذات ممكن نسسبكت ان العيان ده عنده انيروبيك انفكشنز ويت لوس هيموبتسز. الاستاف والكليبسيلا بيكون ليهم فالمننت كورس وفيتال بينج ان هم يجوا بهاي فيفر لوكوسايتوسس وايرلي اكستنشن الاذر لوبس او بلوي سبيس، والعيان عمال بيقع منك. ايفن لانج ابسس ممكن يدخل العيان في ديجيتال كلابينج. هتشخصه ازاي؟ يوجوال اكس راي بيجيبه، يوجوال الاكس راي بيجيبه مع الكلينيكال برزنتيشن. اكثر من ذلك ممكن تعمل ايزوليشن للباثوجين فروم سبيوتا عشان تعرف مين اللي عندك وتديله انتيبيوتيك مناسب. العلاج antibiotics 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 هي المين لاين اوف تريتمنت. هنا وانت بتدي العلاج لازم تكون حاطط في اعتبارك الاتيبيكال بكتيريا، سوري قصدي الانيروبيك بكتيريا، فهنا بنحب ندي كليندامايسين كل 8 ساعات فولو باي 50 ل 300 ميلي جرام اورالي 4 تايمز بير داي. ده كليندامايسين ده نوع من الماكرولايدز، يا اما بنسلم ميتونيدازول او بنسلم بيتا لاكتاميز انهبيتور او كربامينم زي الايميبينيم والميروبينيم وكينيلونز انيروبيك اكتيفيتي زي الموكسي فلوكساسين. المهم وانت بتحط حاجه تاخد بالك من الانيروبيك، واشهر حاجه بتغطي الانيروبيك زي ما انت شايف الموكسي فلوكساسين، والاشهر منها الفلاجيل مترونيدازول. العيان ممكن يحتاج جراحه لو الميديكال انترفينشن فيلد، لو الميديكال انترفينشن فيلد. 31 سنه داخله بديزني او فيفر ريتيرنت فروم هوليداي ان تركي، كلينيكال دايجنوزيس اوف نمونيا از ميد اون اكزامينيشن شي از نوتد تو هاف ان التريتد ليجن في الابر ليب كونسيستنت وذ اكتيفيشن اوف هيربس سيمبلكس. يعني العيانه داخله المستشفى عندها ديزني عندها فيفر وقالوا ان هي نمونيا، بس لقوا كمان ان على لسانها هيربس ليبياليس. ساعات يا ابني لما تلاقي هيربس ليبياليس مع نمونيا تعرض تبقى ستريبت نمونيا، ساعات لما تلاقي هربس لبيالس اللي هي بين قوسين كولد سورز ده على طول ستريبت نمونيا، ستريبتوكوكس نمونيا. وهنا لما نتكلم عن النمونيا هي 4 ستيجز،
ستيج اوف كونديشن وتلاقي اللوبس هيفي وفيها دم كتير، ويبدأ النيوتروفيلز بالكاد بتتجمع. لما تتجمع تبقى باكد وذ نيوتروفيلز وار بي سيز وفايبرين فايبرينس او فايبرينو بيولنت اكسوديت، يبدأ يبقى لونها محمر ونسميها ريد هيبوتايزيشن، كأنها ليفر لوبيو، كأنها عاملة شبه خلايا الليفر. جراي هيبوتايزيشن هنا اللنج تبقى دراي وجراي وفيرم، وهنا الاكسوديت الفيبرنس اكسوديت يفضل موجود شوية والحاجات الباقية اللي كانت موجودة فوق تريزولف. وبعد كده العام بياخد له فترة لحد ما يحصل ريزوليوشن ويحصل دايجيشن لمين؟ للإكزونيت انزيماتيكالي جوه الالفيولاي. اذا اربع مراحل للنمونيا. ايه الموست كومن كوزز اوف كوميونيتي اكوايرد نمونيا؟ اللي هي العيان جايبها وهو بره. الريسبيراتوري فيروسز اللي هي الانفلونزا والريسبيراتوري سينسيتيال والراينو والستريبتو نمونيا والاستاف اوريوس والمايكوبلازما نمونيا. ايه بقى هي النوزوكوميا نمونيا او الهوسبيتال اكوايرد نمونيا؟ دي العيان اللي يجيله نمونيا في خلال 48 ساعة من الادميشن، خلال 48 ساعة من الادميشن. الكليبسيلا على رأسهم هي والانتيروباكتر والاشريشيا، هنا الاستاف خد بالك منها عشان ممكن يكون فيها مرسى. السودوموناس بنكلازينا والاكتينوباكتر وفانجل كمان في الاميونو كومبرومايزد بيشنز زي الاسبرجيلوس. الاسبيريشن نمونيا يوجوالي بتكون بولي مايكروبيال انكلودينج انيروبيك بكتيريا اللي كانت بتعمل لانج ابس. فدول ثلاث انواع مختلفين من النمونيا، هم كوميونيتي اكوايرد، هوسبيتال اكوايرد، واسبيريشن نمونيا. بعض الحاجات كبرزنتيشن تو بوينت للدايجنوستس، يعني الستريبت نمونيا يوجوالي تلاقي فيها كولد سورس، ويوجوالي تلاقي فيها السبيوتم بتاعها راست سبيوتم. النرسة ممكن تيجي في حد بريفيس ليانج وهيلثي، وبالذات لو كان قبلها فيه انفلونزا، بالذات لو كان فيه قبلها انفلونزا. ركز بقى كده معايا، بتعمل رابيدلي ديفلوبينج افيوجن على الايمجينج، وبتعمل كافيتيز. كافيتيز فين؟ في اللنج. ممكن تعمل بره اللنج حاجات تانية زي السكين باستيولز للنرس، ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. الليجينيلا دي من اشهر البكتيريات اللي ممكن تعمل لنا كونفيوجن وهايبوناتريميا وإليفيشن في الكرياتينين والترانس امينيزس. اتجاه بعض جي تي، افتكر بس اهم نقطتين تلات نقط فيها، ان هي بتلعب في الستيت ليفل بتاعه المخ اللي هو الكونفيوجن، يعني بتعمل هايبوناتريميا وبتعمل إليفيشن في الترانس امينيزس والكرياتينين. ساعة لما تلاقي الحاجات دي مزقوقة في حالة نمونيا على طول دي ليجينيلا نمونيا. الايمجينج يوجوالي بيكون شيست اكس راي وكالشرز والاي بي جي ماي ان سيفيرتي. طبعا لو اتزنقت تعمل سي تي، بس الشيست اكس راي غالبا بيكونفيرم الدياجنوز من الاول، يعني مفترض بالتيبكال برزنتيشن. بص بقى، الكوميونتي اكواد نمونيا عباره عن ستريبت او ستاف جرام بوزيتيف، فانت عاوز حاجه جرام بوزيتيف. فالعيان لو بره، العيان لو بره ممكن ياخد ماكرولايدز ازيثروميسين او كلاسيد او تتراسايكلين اللي هو دوكسايكل، غيرهم ممكن يكون كينيلونز او بيتا لاكتام زائد ماكرولايد. لو ان بيشنت نحب نديله بيتا لاكتام بلس ماكرولايد او ريسبيراتوري كينيلونز زي الموكسي فلوكساسين والجيميو والليفو فلوكساسين. الموكسي والليفو فلوكساسين دول ريسبيراتوري كينيلونز. العيان بقى لو كان هوسبيتال اكوايرد بنحب نستخدم اكستندد سبيكترم انتيبيوتكس، سواء كان الكربابينمز زي الايميبينيم والميربينيم، او البيبراسيلين تازوباكتام اللي هو التازوسين، او الليفوفلوكساسين، او السيفيبيم ده الفورس جينيريشن كيفالوسبورم. الحاجات دي بيكون لها اكشن اكستندد، ومن ضمنها حاجات زي السودوموناس. العيان بقى لو كان هاي ريسك واموره مش حلوه، العين لازم ياخد حاجه وبتغطي فيها السودوموناس وبتغطي فيها الميرسا. اعرف بقى مين اللي بنغطي بيه السودوموناس، اهم بيتا لاكتام بلس بيتا لاكتام لايك زي البيبروسيلين تازوباكتام او السيفيبيم او السيفتازيديم او الايميبينيم او الاستريونام اللي هو اخر اتنين دول، هو الكربابينانس ايميبينيم او المونوباكتامز استريونام. افتكر اخر واحد ده خالص الاستريونام ده اكسكلوسيفلي جرام نيجاتيف، الاستريونام ده اكسكلوسيفلي جرام نيجاتيف.
النان بيتا لاكتام زي الليفوفلوكساسين وامينو جلايكوزايدز اللي هو الجنتامايسين والاميكاسين وغالبا. اما الحاجات اللي بتغطي المرسى يا فانكومايسين يا لاينوزوليد، ويمكن اكيد سمعتوا عنه وعن مصايبه الايام دي ان احنا بنستخدمه في حالات نزل البرد، واحنا بنستخدمه كلاين الفيرسا حتى، فدي مصيبه. البلور افيوجن، وده تلات انواع عندي: ترانسوليتيف افيوجن زي الهارت فيلير والسيروزس والنيفوتيك سندروم بالمونري امبوليزم اللي هو السيستم الكوس القديمه برضو، اكزوديتيف ما عدا البالمونري امبوليزم طبعا، اكزوديتيف نمونيا مالجنسي كرونيك تشوز دي زي اللوبس وزي الروماتويد او بنكرياتايتس. الا انه بقى خد بالك من دول، في بعض الادويه ممكن تعمل بالبلورال افيوجن، اشهرهم الاي اميدارون، البي البيتا بلوكرز، الاي ارجوت الكالويدز، والام الميزوتريكسات. الحاجات دي بتعمل بالبلورال افيوجن. العيان بيتشخص ازاي؟ شيست اكس ري غالبا. افرض ان انت مش لقطه قوي، بتعمل ثوراسيك الترا ساوند. الترا ساوند ممكن يلقط الافيوجن. عملت كده، اعمل ثوراكوسنتيزيس، يعني اسحب عينه عشان نحللها، تحللها يوزنج لايت كرايتيريا، هي دي اللي تقولك لو عنده اكزوديتيف ولا ترانسوليتيف بلورال افيوجن. انت بتشوف البلورال فلويد للسيرم بروتين فلويد لو نسبه اكتر من نص، و البلورال فلويد اكتر من البلورال فلويد ال دي اتش للسيرم. ال دي اتش اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز انزيم، ده ماركر اوف سيل تيرن اوفر، يعني خلايا بتموت من الاخر، وده مش هيحصل الا اذا كان في اكتيف فايت. فلما يكون في البلور فلويد اكتر من السيرم، اكتر يعني 6 من 10 النسبه، ده ممكن يكون اكزوديتيف بلور افيوجن. او البلور ال دي اتش اكتر من 67% من التايم، اكتر من 67% من الابر ليميت بتاع النورمال فور سيرم ال دي اتش. دي لايت كرايتيريا للبلور افيوجن. الهيموثوراكس غالبا بيكون له اسباب، يعني ان هو عيان يجي له دم في البلوره ممكن يكون تروماتيك حادثه مثلا، او تي بي، او مالجنسي، او بالمونري امبوليزم. كونسيدر ايمجينج موداليتيز اللي هو كونتراست تشيست او برونكوسكوبي بايوبسي لو انت عايز تعمل فيرزر اسسمنت، لو انت شاكك انه في مشكله تانية كبيره. وكل حاجه طبعا علاجها على حسب وعلى حسب السبب. 69 سنة ميل بيشنت، وجاي بقاله يومين شورتنس اوف بريس وكف ودور ليمب إديما. العيان بيشرب نص يوم كل يوم نص ازازة فودكا، و 45 باك بير يير سموكينج هيستوري، يعني مدخن قوي. عنده هايبرتنشن او ما عندوش هايبرتنشن، ما عندوش اسكيميك هارت. حياته كلها سيدنتري، ما بيتحركش كتير due to disability from work injury at the age of 20، يعني هو كان مصاب قبل كده اصابة عمل، ومن بعدها ما عادش بيتحرك كويس، ما بياخدش علاج، وما شافش الدكتور في اخر 20 سنه في حياته، يعني من الاخر ايه ماشي وربنا ساترها معاه. المهم ضغطه كويس، الجاجلر فينوس بريشر بتاعه بدا يعلى سنه 9، لان هو في الطبيعي بيكون من 3 ل 8، هنا 9. كارديك اكزاميشن شون فينت هارت ساوند، يعني كانه الدنيا بعيده شويه. لانج اوسكالتيشن فيها ديكريز ديبريس ساوند، والليفر سبان 18 سنتي، وأسايس إس بريزنت، وذير إس بايلاترال 3 لور إكستريمتي بيتنج إديما. أب تو ني شيست إكس راي ريفيل إنلارجد سنترال بالمونري أرتري وزود إيفيدنس أوف فاسكولار كونجيشن. لو أنت ركزت في كل الحاجات دي، هي العيان ده كان عنده مشكلة في اللنج، وطمن إن هو كان مدخن وكان فيه فودكا وخلافه، فيوجوالي كان هتلاقيه سي أو بي دي، وبدأ يديفلوب أعراض رايت سايد هارت فيلير. فين تحط ساوند والجيجر ماس بالس عالي، وفي ديكريس دي بريس ساوند كمان، يعني في هايبر انفليشن غالبا كانت فعلا في هنا سي او بي دي، وإديما لور ليمب، وحتى هنا كمان الشيست اكس ري بيقول انه في ايفيدنس اوف بالمونري ارتريز، يعني غالبا كان في هنا بالمونري هايبرتنشن يعني نتيجه المشكله اللي حصلت في الرئه. لما تلاقي العيان عنده برايمري لانج باثولوجي بعده جاب رايت سايد هارت فيلير يساوي كور بالمونري، والله ما هقول كلمة أكتر من ده. أي عيان الكور بالمونال باي ديفينيشن عبارة عن right side heart failure due to primary lung pathology. يعني لو سألتك عن الأسباب يا بيه، هات لي أي حاجة مزمنة في الرئة برايمري. تي بي، برونكيكتسز، العيان عنده lung cancer، العيان عنده سي او بي دي،
ايا كانت الحاجه الكرونيك، طالما ان هي برايمري وكومبليكيتد بالبلمونري هايبرتنشن رايت سايد هارت فيلير، اصبح اسمها كور بالمونات. يعني ما ينفعش حضرتك يكون العيان عنده مايترال ريجيرش او مايترال ستينوز احسن، وبعد كده يجي له كونديشن ثم بالمونري هايبرتنشن ثم رايت سايد هارت فيلير، وتيجي انت زي الاهبل تقول لي دي كور بالمونال. ليه؟ لان هو اللي حصل في اللنج اصلا كان بسبب الليفت سايد بتاع القلب. يعني اكشوال رايت سايد هارت فيلير اللي حصل في القلب ده كان بسبب الليفت سايد هارت فيلير، مش بسبب بالمونري باثولوجي. لازم يكون البرايمري بتاعك في اللنج، لازم يكون البرايمري بتاعك في اللنج، ومش هتكلم اكتر من كده هنا. 65 56 سنه في ميل عندها شورتنس اوف بريس، بتقول ان هي من ساعتين وهي بتتفرج على التلفزيون، شارب ليفت سايدد شيست بين ورسنز ويز كف. البريفيوس هيستوري بتاعها انكلودنج دايابيتس فور بقالها 10 سنين وهايبرتنشن 6 سنين، ابوها مات قبل كده بهارت ديزيز في سن 40 سنه. هي سموكر بس حاليا ما عادتش بتدخن. الاكزاميشن بتاعها اكيوت ستريس ودايفورتيك، يعني العينه بتعرق عرق غزير وسائع غالبا. يعني التمبريتشر سخنه شويه 38، البلاد بريشر بتاعها 110 على 60، البلس بتاعها 140، يعني في تاكي كارديا والريجلر كمان. والريسبيراتوري ريت بتاع الحالة 30 والأكسجين ساتوريشن 84% على الروم اير، وهي ضخمة وبيس جدا 38. الجاجلر فينس بارس وذ النورمال ليميتس اند لانج ار كلير تو اوسكالتيشن، ليمت الكتل 40% طبيعي، وفي لوكوسايتوزس على خفيف، والبريتلت كاون كويسين، والشيست اكس راي ان ريماركابل، والاي سي جي reveals irregular RR intervals with no definitive waves and narrow QRS complexes. الوصف ده لوحده يعني atrial fibrillation على فكرة، هذا الوصف لوحده يعني atrial fibrillation. شوف بقى، الست دي عندها ضغط، الست دي عندها سكر، الست دي obese، الست دي smoker قبل كده، جاية بسادن اونست شارب ليفت سايد تشيست بين ومعاها بريزلسنس. لو انت قلت ان الحالة دي حالة نفسية، فده مش هيفسر ليه الحالة عندها هايبوكسي. 84% على روم اير يعني هايبوكسك. هنا تايب 1 ريسبيراتور فيلير صرف. هنا يهف في الخمسة دول تسسبكت ان الحالة تكون بالمونري امبوليزم، لازم تشك فيها. بص بقى، يوجوالي البالمونري امبوليزم بنشك فيه بالديزنيا والتاكيبنيا اللي كانت عندها وبلوريتك شيست بين والكف والفيفر. بص حاجه، ايه اللي يخلي العيان البالمونري امبوليزم يجي له بلوريتك شيست بين؟ لما تكون الجلطه جايه على البريفري بتاع اللنج، النكروتيك تيشو بيعمل اريتيشن لمين؟ للبلورا، فالعيان يديفلوب ستيتشنج بين، ده بنسميه مين؟ بين جاي نتيجه البالمونري امبوليزم. طبعا عندها هيبوكسيا بقى سيجنيفيكانت، في حاجه كبيره، وعلى الريسك فاكتورز دي كلها في بالمونري امبوليزم غالبا مشكوك فيها. هتشخصها ازاي؟ احسن حاجه يا ابني سي تي بالمونري انجيوجرافي، انك تعمل سي تي بالمونري انجيوجرافي. افرض مش متاح، ممكن تعمل حاجه اسمها فنتيليشن بيرفيوجن سكاننج. افرض مش متاح، لو متاح لك ايكو اعمل ترانس ثوراسيك ايكو. بعض الاحيان بنستخدم الدي دايمر كحاجه سبورتيف جدا جدا للدايجنوس. علاجنا هنا بيكون اكسجين وفلويدز. هنا بقى نقطه مهمه جدا، الانتي كواجلانت هو مين ستري في العلاج اساسي موجود مع الحاجات دي كلها، اللو موليكولار ويت هيبرين، ويبدا العيان كمان مع وارفرين في نفس الوقت. امتى استخدم مذيب للجلطه ثرومبوليتيك؟ في المصيبه بس، يعني العيان لو كان هايبوتنشن او شوك، ماسيف بالمونري امبوليزم مع هايبوتنشن او شوك تحديدا، العيان ياخد ثرومبولايسيس. افرض بقى ان العيان اصلا مش كانديديت للثرومبولايسيس والحكايه ماسك بقى والدنيا صعبه وحتى مش عارفين نديله انتي كوجليشن، بنركب له فلتر بنسميه اي في سي فلتر. ليه؟ عشان خاطر يمنع الشاورز والامبولاي ان هي تروح اكتر. هنا 30 سنه جاي في الامرجنسي ديبارتمنت with intermittent dizziness and unsteadiness over the last 2 weeks. من امبارح العيان عنده symptoms appear to be worse and she has had several near syncope episodes، يعني كان دايما العيان بيميل ان هو هيغمى عليه. مفيش chest pain بس في mild shortness of breath، العيان significantly عنده obesity و mild intermittent asthma و chronic cough مش معروف سببها ليه. ومن 6 سنين كان من 6 شهور كان عنده uveitis واتعالجت بتوبيكال ثيرابي، مش مدخن بس بيشرب كحول في special occasions. العيان ما عندوش نوبتس and has been monogamous with single partner for the last 3 years. في الفحص حرارته كويسة، ضغطه معقول،
بالبلس بتاعه 36 بير مينت، قليل جدا، والريسبيريشنز بتاعته 16، الاس جي شوينج نو هارت ميرمر، ولكن في ساينس ريزم ويز 2 تو 1 اتريو فنتريكلر بلوك، يعني عنده هارت بلوك وليفت باند برانش بلوك، ده اللي مخلي الريب بتاعه بطيء قوي كده. والشيست اكس ري مطلع بايلاترال ميد فيلد لانج اوباسيتيز. وات از ذا موست بروبابل دايجنوستس؟ ايه الحاله اللي احنا مش فاهمينها دي؟ العيان عنده كذا حاجه، يعني عنده قبل كده تاريخ مرضي في عينه، والعيان اصلا اوبيز وعنده ازمه اهي، وكمان مشكلته ان هو انترميتنت ديزنس اند انستدنس، يعني دي اعراض كلها في المخ، وكمان العيان عنده مشاكل فين؟ في القلب، عنده مشاكل في القلب. كل هذه الحاجات طالع معاها كمان شيست اكس راي باي لاترال ميد فيلد لانج اوباستس، غالبا دي بيسموها باي لاترال هايلر ليمف نود انلارجمنت. لما تلاقي باي لاترال هايلر ليمف نود انلارجمنت في الشيست، شك في ساركويدوزس. ساركويدوزس عباره عن كرونيك جرانيولوما بتترسب في كذا مكان في الجسم، اشهرها الشيست، تعمل بايلاترال هايلال ليمفادينوباثي بلس انترستيشيال انفلتريتس. وانا ليه جايب الساركيروزس؟ لان هو اشهر حاجه بتحصل في الانترستيشيال لانج ديزيز. يوجوالي هي نون كازيتنج جرانيولوما، بتيجي في الستات اكتر من الرجاله، وافكتنج اليانج ادلت اكتر في سن 25 ل 45 سنه غالبا، زي الست عندنا كانت كام سنه؟ 30 سنه. يوجوالي بيجي بسيمتومز اوف كف وديزنيا وفيفر وفاتيج ويت لوس. شوف بقى الحاجات اللي انا حاطط عليها ازرق، من الحاجات المميزه جدا، مش العيان بتاعنا كان جايب حاجات في المخ نيورولوجيكال اهيت، ادي واحد. العيان بيجي بهايبر كالسيميا، ممكن تبقى تلاقيها في احد الكيسز، انك تلاقي العيان عنده وصف كده جلدي لارثيما نودوزم، والعيان عنده اتري فنتريكولار بلوك اهي الكوندكشن ابنورمالز في الهارت، ده كله نتيجه ان الجرانيولوما عماله بتتكون، بتعمل انفلتريشن في الاماكن دي كلها. انت بتشخصه ازاي؟ غالبا الكلينيكال فايندنج مع الاكس راي فايندنج، اللي هو بتلاقي فيها بايلاترال هايلر ليمف نود بلس انترستيشيال ميم انفلتريتس، وبعد كده بتكونفيرم البايوبسي. كونفيرم البايوبسي اوف نان كازينين جرانيولوما فروم ذا سيفست اند موست اكسسبل اورجن، طالما تلاقي الجرانيولوما يعني. خد بالك ان انا هنا ممكن اعمل سي تي شيست وابدومن عشان خاطر اشوف فين بالظبط فيها جرانيولوما في كذا مكان ايه، وابدا اعمل له بايوبسي. And you have to exclude the other causes. وعلاجنا بيكون كورتيكوستيرويد هو الفيرست لاين تريتمنت، سكند لاين ميثوتريكسيت والاساسيوبرين، وراهم ممكن يكون سايكلوفوسفامايد او ليفلوميد او مايكوفينوريت. دي كلها لاينز اوف تريتمنت في علاج الساركويدوزس، كاحد اهم الحاجات اللي مفترض تعرفها في الانترستيشيال لانج ديزيز. الانترستيشيال لانج اتسلف معناها ان المشكله في اللانج انترستيشيوم، زي المكان ده كده بالظبط، والاسباب بتاعتها كتير. اشهر سبب حقيقه بنسميه ايديوباثيك بالمونري فايبروزس، هو اشهر نوع. في انواع تانية بتيجي نتيجه انهيلنج لحاجات بره. الفارمرز لانج دول ببساطه الناس اللي هم بيحرقوا القش، ممكن من ريحه الحرق بتاع القش والحاجات دي يحصل التهاب رئوي نتيجه الحاجات دي. الاير كونديشنال لانج اللي هو ان عيان يحمل له يعمل انهيليشن لحاجات فانجاي من الاير كونديشنرز اللي هي زي التكييفات يعني وكده. او الناس اللي بتشتغل في اماكن بتستخدم فيها الاسبستوس او السيليكا يحصل لها حاجه اسمها نيموكونيوزس، او اللي ما عندوش بس عنده كونكتيف تيشوز اوردر زي ار زي الروماتويد سكليروديرما واللوبس. الساركويدوزس استجابه سيرته حالا، ولا تنسى دراج انديوزد انترستيشال لانج اهم كيفالوسبورينز والكينينز والستيتينز والاميدارون والميثوتريكسيت. دي كلها اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل انترستيشال لانج ديزيز. وعامة الموداليتي في تشويس في الانترستيشيال لانج هو شيست اكس راي. بعد ما بنعملها يوجوالي لازم نعمل لكل العيانين اللي هم كده سي دي شيست، لكل العيانين، ايفن ان احنا ممكن نعمل برونك الفال لافاج او ترانس برونكيال لانج بايوبسي عشان خاطر ناكد التشخيص if diagnosis unclear. لو في ريسبيراتوري فيلير في العيان بيصيد الايتيولوجي بتاعه، ياخد كورتيكوستيرويد فيرست لاين او سايكلوفوسفامايد سكند. وعامة باقي الحاجات اللي نقولها للعيان ده، انه يبطل التدخين، ياخد انفلونزا ونيكوكال فاكسين، يصوت الميديكال ريهابيليتيشن اللي هو بالمونري ريهابيليتيشن، ولو كان في كوستيف انتجين وهو عارفه should be avoided. 23 سنة سموكر وجاي الاي ار بصار من اونست تشست بين، ده عبارة عن شارب لوكالايزد ستيتشنج لسانه صغير وسموك،
وبيزيد بالانسبيريشن اسوشيتد بريزنس، يعني ده غالبا بلوريزي. البلوريزي العيان ديستريسد، هارت ريت 98، بلاد بريشر 110 على 60، السباتر بتاعه 20 يعني تكبنك شويه اهوت، وحرارته كويسه ولكنه هايبوكسيك. بص يا ابني، اصل هو ممكن واحد يقول لي ده عنده بلوريزي، ممكن يكون نازل البرد دوت عالي جدا جدا، بس ايه اللي يخلي العيان في سيجنيفيكانت هايبوكسيا كده؟ لانه الطبيعي بيكون الساتوريشن اقل من 100، من 96%، اقل من كده يبقى هايبوكسيك. الشيست مطلع سلايتلي دايمنشد يور انتري على الرايت سايد وتمبانيتك ريزونانس اون بيركشن، يعني مش سلايت قوي يعني، ويز دايمنشد شيست اكسبانشن. ساعة لما تلاقي الحاجات دي كلها في عيان سموكر ويانج ايج سسبكت نيوموثوراكس، برايمري سبونتينيوس نيوموثوراكس، هنا العيان لازم يتعمل له شيست اكس راي على طول. اي حد يانج ايج يا ابني، اي حد يانج ايج جايب سيجنيفيكانت بريزلتنس ومعاه شيست بين بلورال اللي هو بلورزي، يانج ايج وسموكر، يو هاف تو سبكت برايمري سبونتينيوس نيوموثوراكس. النيوموثوراكس حقيقه ثلاث انواع، في سبونتينيوس وده برايمري بيجي في اليانج ايج سبيشال سموكرز 20 30 سنه، ده العيانين بيكون عندهم امفيزيما سبليب في اللنج، فتيجي عند فتره كده بيكح ولا ايا كان اللي بيحصل تقوم مفرقعه، تقوم عامله مين؟ نيوموثوراكس. الحاجه الثانيه برايمري سكندري في الاولد ايج 60 65 سنه، والسي او بي دي موست كومن كوز هو اللي بيعملها يعني. الاذرز انكلودنج تي بي والكانسر والساركيدوزيس والازمه والايديوباثيك. التروماتيك وده السكند موست كومن سيكو اللي بيحصل بعد في الشيست تروما بعد الفاكشر ريب، يعني الواحد لو اتخبط في صدره اول حاجه ممكن تحصل له يتكسر الضلع. تاني حاجه نيموثوراكس يسموها تروماتيك نيموثوراكس. تالت حاجه ياتروجينيك سعادتك اللي عملتها. عندك خمس حاجات اهم، ترانس ثوراسيك نيدل اسبيريشن تايم اسبيريشن او سب كلينيال نيدل ستيك او ثراكوسينثيسيس او ترانس بروكيال بايوبسي او بلور بايوبسي، اي حاجه من الخمسه دول ممكن ينتج عنها نيوموثوراكس. ادي الثلاث انواع بتوع نيوموثوراكس، هنا لازم تعمل شيست اكس ري وكونفيرم. ولو انت شاكك ان لسه في نيوموثوراكس والشيست اكس ري مش باين لك قوي، اعمل سي تي. هنعمل ايه؟ العيان هعمل له اوبزرفيشن في احتمال من اتنين، يا يعني اما اقل من 2 سم بين اللانج مارجن والشيست وول بس ما فيش سيجنيفيكانت بريزلتنس، الحكايه يعني بسيطه، ده هعمل له اوبزرفيشن لعل وعسى يحصل له ميم ريزولف لوحده، او لارج بس اسيمتوماتيك تماما يعني اكتر من 2 سم بس العيان اسيمتوماتيك برضه اوبزرف. امتى بقى اخش؟ متى ان العيان عنده سيجنيفيكانت بريزلتنس ريجاردلس لحجمها على طول درينج، وهنا لازم استخدم هاي فلو اكسجين لو كان العيان عنده بريزلسنس وده هدفها ان هي بتعمل ريزوربشن للنيتروجين ريتش اير. لاحظ انه اي عيان عنده سكندري سبونتينيوس نيموثوراكس لازم يحصل له ادمشن. بعض الناس لو عندهم ريكرنت نعمل لهم بلوريديسز، ولو مش نافع ممكن ندخلهم جراحه، ولو مش نافع ممكن ندخلهم جراحه. دي واحدة عندها 36 سنة، عندها ديزني اكزيرشن، مفيش عندها أي حاجة تانية قبل كده، شي دازنت يوز لا توبيكو ولا الكحول ولا دراجز. أبوها مات قبل كده ببروستيت كانسر وأمها ماتت بالستروك، ما بتاخدش أي علاج ولا عندها أي دراج ألرجي، وحرارتها كويسة وضغطها 140 90، البلس بتاعها كويس والريسبيريشن بتاعها سريع شوية. الاكزامينيشن بتاع الحاله شون كلير لونج فيلد، بس الشيست اكس راي مطلع برومينانت بالمونري ارتريز اند انلارجد رايت هارت بوردر، والاي سي جي كونفيرمينج رايت اكسس ديفيشن. رايت اكسس ديفيشن معناه انه في غالبا رايت سايد انلارجمنت. الحاله دي عندها ديزني بس ما عنديش ايفيدنس لاي ليفت سايد انلارجمنت، بالعكس ده بالمونري ارتري كبير والرايت سايد كبير، يعني واضح انه كان في هنا بالمونري هايبرتنشن كومبليكيتد رايت سايد هارت فيلير. ده اعراض ممكن تيجي البالمونري هايبرتنشن، ده ديفايند بانه المين بالمونري ارتيريال بريشر اكتر من 20 ملي متر مركري، زمان كانوا بيقولوا ان هو 25، دلوقتي كمان وصل ان هو يكون اكتر من 20. الفايندنج بتاعتنا غالبا بتكون انديكيتيف انه في رايت فينتريكولار ديس فانكشن، تراي كاسبيد ريجرج ميرمر بانسيستوليك جراهام ستير بالمونري ريجرج ميرمر بلس اس 3 هارت ساوند بلس اس 3 هارت ساوند. ليه اس 3؟ بالمونري هايبرتنشن لما يعمل رايت سايد ده بريشر اوفرلود، دايما البريشر اوفرلود ستيتس هي اللي بيجي معاها اس 3، اما الفوليوم اوفرلود ستيتس بيجي معاها اس 4. ايه الاسباب؟ كثيره. هنا بقى ممكن يكون كونكتيف ديزيز هو اللي عمل له بالمونري هايبرتنشن، سكلودرما او رايت او روماتويد او لوبس،
congenital heart, left side left to right shunt VSTUP OBDA او reversal of left to right shunt، يعني بقت right to left اللي هو ايزنمنجر. الايزنمنجر بيريفرس بسبب ان هو بيديفلوب بمنه هايبرتنشن اصلا، اتش اي في والبورتال هايبرتنشن، وحتى البلهارسيا لما بتروح في اللنج والايج يحصل لها امباكت وتكون فايبروز، ممكن تعمل هي كمان بالمونري هايبرتنشن. لا تنسى الدراج انديوس ده بالمونري هايبرتنشن برضه، لا كمان هي اسباب غريبه ولكنها ممكن يرسأك فيها. الامفيتامين والميت امفيتامين، الفينامايد، الكوكايين، انترفيون الفا وبيتا، والفينفلرامين. الفينفلرامين ده حاجه من الادويه اللي بيستخدموها عشان خاطر سعادتك تخس، ابيتايت سبريسنت. ايه الاعراض اللي ممكن يجي بيها عيان عنده بالمونري هايبرتنشن زي ما انت شايف كده بالظبط؟ ديزنيا، بروجريسيف شست بين وبيزيد مع الاكزيرشن، الاكزيرشنال سينكوب او اكزيرشنال ديزنيا او اكزيرشنال ديزنس دي مع الديفلوبمنت مع الرايت سايد هارت فيلير، بريفرال اديما والاسايتس اللي هي غالبا كلها اعراض رايت سايد هارت فيلير. بس خدت بالك من الاكزيرشنال ديزنس اند سينكوب ده ايه اللي بتيجي مع الرايت سايد هارت فيلير؟ فده كلام مهم. الدايجنوزس يوجوال احنا بنحتاج قسطره رايت هارت كاستر عشان تكونفيرم الدايجنوزس، ولكن انت بتشك فيها ازاي؟ ايكو، احنا بنشك فيها غالبا بالايكو. ايه علاجها؟ بص بقى، والله اللو ريسك بيشنت بياخد اندوسيلين ريسبتور انتاجونست بلس بروستاجلاندين بلس فوسفودايستريز انهبيتور 5، فوسفودايستريز انهبيتور 5 انهبيتورز. الاندوسيلين ريسبتور انتاجونست زي الامي بريسنتان والتالدافيل اخو السلدنافيل، ده الفوسفودايستريز انهبيتور، فوسفودايستريز 5 انهبيتور. لو هاي ريسك العيان بياخد بونستان، وده برضو اندوسيلين ريسبتور انتاجونست بلس سلدنافيل اللي هو الفياجرا بلس اي في ايبي بروستينول اللي هو بروستسايكلين اي في انالوج، التلاته كلهم بيشتغلوا عشان خاطر في الاخر يدايليت البلمونري ارتري. بس عايز اقول لك نقطه، العيان لما يكون هاي ريسك والدنيا ضايعه قوي معاه كده، معلش ريفير على بوسيبيليتي انه يعمل لانج ترانسبلانت، يا ريت. ممكن نعمل حاجه اسمها كمان سوبرفايزد اكسرسايز ريهابيليتيشن. يبقى كل الادويه الثلاثيه ده هي عشان خاطر توسع البلمونري ارتري. فاضل موضوعين ان شاء الله. العيان ده جالك ايفاليويشن عشان خاطر فاتيج، طول اليوم حاسس ان هو تعبان وبينام بالنهار بينام في الشغل بتاعه، الصبح بيكون عنده صداع رهيب ومش عارف يركز، وفي مشاكل في ال has problem meeting performance standard، مش قادر يأدي زي العادي بتاعه، ما بينامش كويس بالليل وبيصحى كتير. العيان بيتعالج من depression بقاله 10 سنين، وعنده hypertension و reflux oesophagitis وعنده hypercholesterolemia وبياخد رانتيدين وأملودبين وأتوفاستاتين وسموكر كمان ما شاء الله عليه ودرينكر كمان، يعني هو جاب كل حاجة يعني زفت. عايش لوحده، حاسس ان هو وحيد يعني ديبريست، يعني بلاد بريشر 160 100 كبير، ضغط عالي شويه، بالس بتاعه 88 وريسبيراتوري 14 والبي ام اي 36 يعني اوبيز اهوت، لكن مفيش جاجر ديستنشن ولا كارد، والكارديو بامنوري اكزيميشن كويس ومفيش بريفرال اديما والنيوجيكا اكزيميشن شو نو ابنورمالتي. النفي اللي في الاخر ده بينفي ان العين يكون عنده رايت سايد هارت فيلير، يكون هو السبب يعني. فهو عايز يقولك ايه اللي خلى العيان كده؟ اللي خلاه عنده فتيج ومش قادر يركز، وبالنهار عنده صداع دايما وبينام ومش قادر يشتغل كويس، وبالليل ما بينامش خالص، كل شويه بيسحب النوم وتخين وكده. افتكر العيانين دول بتوع الاوستراكتيف سليب ابنيا، ده عباره عن سليب ديس اوردر فيها ريبيتيتيف كومبليت او بارشال هايبوبنيا اللي هو ابر الوي اوبستراكشن اثناء النوم ديسبايت اسوشيتد ريسبيراتوري ايفورت، فخلي العيان عنده ستيتس اوف ريبيتد اراوزن اند سليب فراجمنتيشن، يعني يصحى كذا مره ونومه مش كويس، عمال بالليل بيتقطع وبيميل اصلا ان هو ينام اكتر من امتى بالنهار لان هو مش قادر ينام بالليل. خد بالك بقى ايه الفكره هنا، الفكره بتكون ريلاكسيشن في الفرنجال ماسلز اثناء النوم، ريلاكسيشن في الفرنجال ماسلز اثناء النوم تقوم قافله الاير واي الابر. اشهر او اقوى ريسك فاكتور ليها هو الاوبستي، الاوبستراكتيف سليب ابنيا مشهوره جدا مع الاوبيس. بعض الناس بقى اللي عندهم تونسيلر هايبرتروفي او سوفت تيشو او شورت ماندبل او عندهم بعض الديزيز زي الهارت فيلر او الاتريال فيبريليشن او تايب 2 دايابيتس او عندهم حاجات تتخن اصلا زي الاكروميجالي او الهيبوثايروديزم، كل الحاجات دي ممكن تشير ان هي تعمل اوبستراكتيف سليب ابنيا، مشهوره جدا وبنلاقيها ومن اشهر الاسباب اللي بتعمل تايب 2 ريسبيراتوري فيلر على فكره.
من الاسباب اللي بتعمل تايب 2 ريسبيراتوري فيلر، ان العيان لما يتقفل الاير واي ما يعرفش يخرج ثاني اكسيد الكربون فيحصل عنده هايبركابنيا وهيبوكسيا، فده تايب 2 ريسبيراتوري فيلر. هنا بقى الاعراض اللي العيان بيجي بيها سليب بروبلمز بالاساس، تلاقي العيان مش مرتاح في نومه خالص وبيصحى كل مره بالليل. اللي نايم معايا يقول لك ان هو بيشخر. بعض الناس اللي هو اللي هي البارتنر بتاعه اللي نايم معايا يقول لك ان هو بشوفه اثناء النوم ولاقي نفسه وقف، ده اللي احنا بنسميها التكسف ابنيا. ايفن ممكن تلاقي العيان وهو بيصحى بيجاسب كده، او في باروكسيسمال نوكتيورنال ديزني وكانه عنده هارت فيلير. يجي العيان بالنهار لانه ما نامش بالليل فعاوز ينام، دراوزي مش مركز، عنده مورنينج هيدكس الصبح وبالليل بيعملها على نفسه. خد بالكم بقى الأسوأ من قلة النوم انه العيان بيخش منك بقى في الريتابيليتي. العيان بيخش منك بيبقى متضايق جدا جدا، مش قادر يركز، الميموري بتاعته مش حاضرة معاه، البرفورمانس بتاعه قليل جدا جدا. دي كلها الأعراض اللي ممكن يجي عيان فيها اوبستراكتيف سليب ابني. دوما احنا بقى بنشخصه بايه؟ البتاع اللي انا قلتها في الاول دي وانتم ما خدتش بالكم منها، ضحكت عليكم، اللي هي ميم النوكتيورنال بولي سومونوجرافي. ايه النوكتيورنال بولي سومونوجرافي ده؟ اهو اهي احنا بنعمل سليب ستادي للعيان ده، بندرس فيها البرين ويفز اثناء النوم، الاكسجين ليفل في البلاد بتاعه، والهارت ريت، والبريسنج، وعينيه، وحركه رجليه، حركه عينيه ورجليه اثناء النوم. دي ستادي كامله لو اثناء النوم عشان نشخص بيها obstructive sleep apnea. بعض الناس مش بيكون متاح عندهم البي اس جي اللي هو البوليسونوجرافي ده، فوقتها بنعمل ايه؟ بورتال مونيتورز عشان خاطر نراقب العيانين دول. العيان ده الفيرست لاين تريتمنت هو كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر فنتيليشن، ده السباب، ده الانيشال تريتمنت وتشيست لكل البيشنتس. طبعا لازم العيان يبقى عنده لايف ستايل موديفيكيشن، وزنه يخس، يبطل كحول، النومه بتاعته ما تبقاش كومبليتلي فلات عشان ما يقفلش اير واي، بنظبطها له، اكسرسايز على هادي كده يا زبادي، وافويد السيرتيفز، الحاجات اللي ممكن تديبريس الريسبيرشن اثناء النوم، يعني ما يبقاش العيان مش عارف ينام بالليل فهو ياخد سيديشن لانه هيزود الدنيا اكتر. بعض الادويه زي التوبيكال نيزال ستيرويدز او الاوميبرازول في الجارد او المودافينيل، ادويه يقال ان هي ممكن تساعد لكن هي مش مودريتز قوي في العلاج. الجراحة ممكن تبقى ايمنج ان هي تريليف الاير واي اوبستراكشن، ايفن احنا ممكن نعمل حاجة اسمها هايبوكلوسال نيرف ستيميليشن، او نعمل حاجة اسمها بالاتال امبلانت، بيقولوا ان هو بيمبروف العيانين اللي عندهم مين اوبستراكتيف سليب ابني. اخيرا اللان كانسر، اشهر سبب له هو السموكنج للاسف. الانفيرمنتال فاكتورز بقى التانية اللي ممكن تعمل كده، الاسبستوس والاير بارتيكل والسيليكا داست والديزل اكزوست، عوادم الديزل يعني. عندنا نوعين كبار، السمول سيل لان كانسر دي مش الاشهر لكنها الاسوأ، ودي غالبا بتيجي مع السموكينج وغالبا بتكون سنترال لوكيشن، تطلع من حاجه اسمها الابوت سيلز، امين بريكيرسر ابتيك دي ديكاربوكسيليشن سيلز، ده اسم الخلايا. مهم جدا البارن بلاستيك سيندرومز اللي بتحصل معاها، ان هو ممكن تعمل زياده في الاي دي اتش هرمون، زياده في الاس تي اتش، وتعمل كوشنج لايك، او تعمل ماسل ويكنس، حاجه اشبه بالمايسيليا جريفز اسمها لامبرت ايتن سندروم، ده اتاك اجينست الكالسيوم ريسبتورز في النيورو ماسكولار جانكشن. للاسف لما بيشخصوا السمول سيل لان كانسر بيكون ميتاستاتيك وقتها غالبا، وللاسف اي عيان مدخن بقاله سنين عنده كافينج وهيموبسيس وويزنج وفيفر وديزنيا وشست بين وبقاله سنين والدنيا مش بتتحسن خالص، خد بالك انه ممكن يطلع لان كانسر. طبعا هنا بنعمل كونتراست سي تي شيست تو ابر ابدومين عشان القط انه في ليجنز، اخد منها بيبس عشان اكونفيرم بالبرونكوسكوب. العيان ده يجوالي بيبقى غالبا كيمو ثيرابي، لانه يعني اغلب العيانين بيقول لك انها ميتاستاتيك في الاول اصلا، فيجوالي الكيمو ثيرابي هي المينستري اوف تريتمنت، اما السيرجري والريديو ثيرابي دي بالكنج لو كان ينفع. دي السمول سيل لان كانسر. النون سمول سيل لان كانسر بقى على النقيض بتيجي في السموكرز، في منها ثلاث انواع، اول نوع اسمه سكويموس سيل كارسينوما، برضه في السموكرز وبرضه سنتر لوكيشن زي السمول سيل، ولكن هناك كان بيطلع اس تي اتش واي دي اتش هرمون ولامبرت ايتن سندروم، لكن هنا بيطلع بارا ثايرويد عالي فيعمل هايبر كالسيميا، وطالما الحاجات سكليتال يعمل كلابنج في النيلز، طالما كلابنج في النيلز
لو اتجمعت على بريوستاتس بتاع اللي اسمه الجوينت بتاع الهاند، سبيشالي الديستال انترفالانجيال جوينت والميتاكارب فالانجيال، مرحبا بك في الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي، بيسموها بالمونري هايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي او اوستيو ديستروفي. ده على طول عبارة عن الكانسر غالبا هو اللي بيعمله، بيبقى فيه كومباينيشن لمين؟ كلابينج فينجرز وبيريوستاتس في السمول هاند جوينتس. النوع الثاني اسمه ادينوكارسينوما، وهناك معلومه في غايه الاهميه هنا. على الرغم انه اغلب المرضى فيه اللي بيتشخصوا بيكونوا سموكرز، بس هو لو جالك عينه شخص لانج كانسر وهو مش سموكر على طول هيطلع ادينوكارسينوما. يعني لو جالك عينه شخص ان هو لانج كانسر وبيقول لك والله يا دكتور انا مش مدخن، اعرف انه ده على طول ادينوكارسينوما. الميزة التانية ان هو بريفرال لوكيشن مش سنترال، بيبقى موجود على البريفري بتاع اللنج مش زي السمول سيل ولا السكويموس. النوع التالت هو اللارج سيل كارسينوما. العيان هناك يجوا ده ممكن يجي بديزنيا وكف وغالبا حاجات زي ديت، انها سمول سيل لان هي بتكون ماس غالبا فبتعمل اريتيشن وتعمل كف، فالعيان بيكون يوجوالي بريزنتد ويز كف ومعاه ديزنيا وهيموبتس وشست بين ويزس. anyway هنا لانه ممكن تكون ماس فاغلب الانواع كان بي ريسكتد، يعني ريسكتابل ديزيز في ستيج 1 و 2 غالبا بنعمل له سيرجري بلس ميديا ستانل لينفود سيكشن، كامينج افتر ذات انك تدي كيمو ريديو ثيرابي. طبعا بالمناسبه السمول سيل لانج كانسر من اشهر انواع الكيمو ثيرابي اللي بنديها اسمها بلاتينيوم بيزد كيمو ثيرابي، بلاتينيوم بيزد كيمو ثيرابي.